أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على أن مملكة البحرين ثابتة على عزمها لمواصلة خطى التطوير بالوتيرة التي تحقق أهداف المسيرة الوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ووضع المواطن كهدفها الأساسي الذي يشكل جهود التنمية كافة. وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد لمضاعفة الجهود وتعزيزها لزيادة وتيرة تسهيل الإجراءات التنظيمية المساندة لقطاعات التجارة والصناعة المختلفة بما فيها المعاملات التي تتطلب موافقات الجهات الحكومية الأخرى من أجل زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز مردودها. وأكد سموه على ضرورة أن ينسجم ذلك مع توجه تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الشاملة ومواصلة دعم الإبداع والتميز المعزز للتطور والنماء وخلق التنافسية بتكافؤ الفرص، وذلك ضمن إطار أهداف المرحلة الحالية التي أشار إليها الملتقى الحكومي الذي انعقد في سبتمبر الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر. وخلال زيارة سموه إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجولته في مختلف إدارات الوزارة ومركز المستثمرين ومركز المستثمر السعودي، يرافقه سعادة الوزير السيد زايد بن راشد الزياني وعدد من كبار المسؤولين. نوه سموه بالعمل الحثيث الذي يتم إنجازه للإسهام في تحقيق الأهداف للمرحلة القادمة من التنمية الشاملة التي أشار إليها الملتقى الحكومي، وذلك من خلال الأدوات التي حددها الملتقى. وقال سموه إن مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية التي ارتكزت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك المفدى ستظل هي الإطار الضامن لتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية للمواطنين مهما كانت المتغيرات. وأشار سموه للدور الكبير لوزارة التجارة والصناعة والسياحة في إنجاز المشاريع والبرامج التي تسهم في الهدف الأول الذي حدده الملتقى، وهو تعزيز البيئة المحفزة للنمو، فيما يتوازى مع التركيز على القطاعات الرئيسية الخمس في المرحلة الحالية، وهي السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية. وقال سموه إن تضافر الجهود بين الجهات كافة قد انعكس على التنامي في مستوى تطوير جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وتسهيل الإجراءات التي تخدم التنمية الاقتصادية وتحفز وتيرة الاستثمارات، مشيدا سموه بالإنجازات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك افتتاح مركز المستثمر السعودي في فترة 3 أشهر فقط من الاتفاق على تأسيس المركز خلال المباحثات التي أجرها سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني عن عظيم امتنانه على تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارة الوزارة بمكاتبها ببوابة المرفأ بمرفأ البحرين المالي، واطلاعه على آليات العمل في الوزارة، مثمنا اهتمام ومتابعة سموه لكافة المستجدات والتطورات التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد، ومباركته الطيبة لكافة المبادرات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير عمل الوزارة وتسهيل الإجراءات وتقديم المزيد من الامتيازات للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها. كما ثمن سعادته التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي تصب في ترجمة رؤية البحرين الاقتصادية وتطلعات سموه للمزيد من الإنجازات التي تعزز الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين وتؤكد ريادتها كبوابة للأعمال والاستثمار في المنطقة بشكل عام.